اللي فات وقلنا لحضراتكم ده عظيم، لكن أنا بشوف أنه أعظم ما في الموضوع فكرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هنا إحنا هنستفيد منه إيه؟ مهندس عبدو محمد عبدو، أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك باشمهندس عبدو. احكي لي بقى، ده المهم بقى، تمام؟ ده الأساس في الحكاية كلها، ده المصنع. ده المصنع بالظبط كده. ده إيه فكرة الحفاظ على الهوية المصرية وتمكين الصناعات المتعددة؟ حضرتك اسمحي لي الأول أتكلم إن إحنا استفدنا من الإمكانيات الضخمة للحوسبة السحابية من خلال المركز في بناء وتشغيل المنصة الرقمية لإنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومعنى كلمة إنتاج إن إحنا المسؤولين عن إنتاج التطبيقات من أول ما بناخد الطلبات بتاعة المواطن واحتياجات المواطن لحد ما بنشغلها له في المنظومات المختلفة. ده نموذج للحاجات اللي إحنا نفذناها. طبعا اللي نفذ الكلام ده كوادر مصرية اتدربت خلال على مدار 6 سنوات علميا وعمليا، واشتركت مع شركات عالمية في علشان تقدر تنفذ النوع ده من التطبيقات. النموذج اللي موجود قدامنا أحد نماذج الذكاء الاصطناعي لإدارة المحتوى بالذكاء الاصطناعي كبديل لتطبيقات الشات جي بي تي اللي حصل فيها طفرة الفترة الأخيرة في إدارة المحتوى. طبعا كان في مشكلة ان الجهات المنفذه للنوع ده من التطبيقات بتغذيه بالمصادر والمعلومات الخاصه بيها، فعلشان كده احنا بندرب النماذج بتاعتنا من خلال المصادر المصريه المختلفه، كتب ومجلات والوسائل. يعني سوري ان انا بقطعك، وانا ببحث عن حاجه انا مش هروح لجوجل؟ خلاص انا طبعا مش هروح لجوجل بقى. الفتره الاخيره كان في نماذج هي اللي بتدور على جوجل وتديني المعلومه بالظبط كده. اللي كانت بتجيلي لما كنت ببحث على اي معلومه بتجيلي انا ما اعرفش منين، يعني المهم انها بتجيلي. الفرق هنا في المعلومه اللي هتجيلك الفرق مختلفه في ايه بقى؟ ان المعلومه اللي كانت بتجيلي هي معلومه موجهه، بيحصل توجيه فكري لبعض المعلومات، ممكن تبقى معلومات مغلوطه او معلومات مقصود ان هي توجه في اتجاه معين على حسب الشركه المنفذه بالزبط. فانا منعت ده ان انا اديت له المعلومات الصحيحه، فانا كده تجنبت التحيز والتوجيه الفكري الاجنبي للمعلومات المغلوطه بالنسبه للمواطن المصري واستخداماته المختلفه. يعني دي معلومات مش ملعوب فيها بقى. مش ملعوب فيها طبعا. تمام. ده ما فيهاش التوجه بتاع الشركات او بتاع الدول، ممكن يبقى في توجه لدول معينه. ايوه طبعا. المهم جدا برضو ان احنا قدرنا نحافظ على الهويه المصريه والتراث والثقافه المصريه. لان انا المعلومات اللي هي فيها ارث ثقافي بتبقى مهمه جدا طبعا، لان ده بيبقى تراث دوله طبعا. وقدرت استفيد منه في الخدمات وتمكين الصناعات للجهات داخل الدوله وخاصه الجهات المهمه في الدوله. هنا معلوماتك طبقا للي انا فهمته، عشان كده بقول لحضراتكم ده جزء بالنسبه لي مهم جدا، فكره الهويه المصريه دي معلوماتك كمصري بلا تزييف دي أو الحقيقه. هنا الحقيقه. أيوة. طيب وهنا حضرتك، هنا احنا نفذنا نموذج طبعا من احد نماذج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات اللي موجوده فيه، الادراك الجغرافي والتصاميم ثلاثيه الابعاد. أي. احنا طبقناه على حي المال والاعمال بالعاصمه الاداريه الجديده. كويس. ده تطبيق النموذج على حي المال والاعمال، بقدر اوصل لاقل نقطه او هنا اشارات المرور داخل حي المال والاعمال. طبعا ده بيساعد في ايه؟ بيدعم متخذ القرار في متابعه التطورات والاحداث داخل المدن داخل المدن. داخل المدن وداخل المباني اللي موجوده في المدن، يعني الاحياء اللي موجوده. لا يعني ثانيه واحده، يعني انا من هنا اقدر ادوس هنا الحي اهو؟ لا انا مش بتكلم على الحي ده، بتكلم بشكل عام. يعني لو انا عايزه اعرف مثلا التعدي على الاراضي الزراعيه. ايوه لسه اقول لحضرتك دلوقتي. أعرف طبعا طبعا. مخالفات البناء ازاي بقى؟ اي حد بيرتكب خطا هنا زي ما هعرفه. هنا زي ما هو واضح امام حضرتك، التغيرات المختلفه اللي بتتم على مدار الوقت بتبقى واضحه بالذكاء الاصطناعي. اقدر اتابع اعمال التطور، واقدر اتابع اعمال المخالفات زي البنى الغير قانوني، زي اهدار الرقعه الزراعيه. طبعا النموذج ده احنا مطبقينه في العاصمه الاداريه الجديده، بس ممكن نستفيد منه في المدن اللي بتتعرض للنوع ده من المخالفات. عندنا في اهدار الرقعه الزراعيه في الدلتا. اقدر اعرف ده؟ طبعا. طبعا. ايوه. ده نموذج تاني في سانت كاترين، التطورات اللي تمت في المباني، ده خاص بالمباني بتاعه سانت كاترين. ده التطور. وطبعا لحد 23 يعني بيرصد التطور وبيرصد المخالفات الاثنين.
كويس. كان من ضمن المشاريع المهمة جدا مشروع التجلي الأعظم سانت كاترين، طبعا موجود في التطورات باللون الأحمر، التغيرات اللي تمت على مدار لحد 23. أيوه ده طبعا يسهل اتخاذ القرار، ان كل المعلومات يدعم متخذ القرار، طبعا بيديله كل المعلومات تبقى موجوده طبعا، ومعلومات موثقه وصحيحه وسليمه. ده في فرق كمان برضو، ان متابعه التعديات على الرقعة الزراعيه والاعمال البنى الغير قانوني كان بيحتاج عامل بشري او عنصر بشري يقدر يتابع على طول، فده طبعاً برضو كان بيتسبب مشاكل وصعوبه. هنا احنا بنستخدم نموذج ذكاء اصطناعي، فمعنى كده ان التحديثات بتتم بسرعه جدا بشكل دقيق زي ما حضرتك قلت دلوقتي، فبيسهل وبيدعم. نموذج ينفع نشوفه؟ هو النموذج اللي موجود، لكن اللي موجود التطور زي ما حضرتك شايف، اه العاصمه الاداريه وسانت كاترين كلها مفهوم. تطور، انما احنا ممكن نطبقه في المدن اللي فيها الكلام. تمام. هنا بقى احنا استخدمنا نموذج تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي في أنظمة المراقبة الذكية، ده طبعا منع الخطأ البشري اللي كان مراقبة ذكية على ايه؟ مراقبة ذكية على المخالفات والحوادث داخل المدن والبعض الحاجات الأخرى اللي بتحسن الأداء. يعني أنا ممكن يبقى في بعض السيناريوهات خاصة بتحسين الأداء، مثلا متابعة أعمال في مطار، متابعة مؤشرات معينة في جهة معينة. هو الموضوع كله ان انا بستخدم الانظمة الكاميرات النمطية اللي موجودة، وعندي منصة ذكاء اصطناعي بتعمل تحليل للفيديو اللي بيتصور على حسب السيناريو اللي انا مبرمجه ومنفذه من الاول. احنا نفذنا الموضوع ده على مطار القاهرة كويس لمتابعة الاعمال، وطبعا ده 5G. ايوه 5G. ده 5G من خلالنا احنا طبعا. هنا ده يعتبر كأول موقع بيجمع ما بين تكنولوجيا الجيل الخامس والحوسبة السحابية وتحليل البيانات، والهدف منه تحسين معدلات الأداء بمطار القاهرة. طيب يعني عرفني في مطار القاهرة لقينا ايه؟ او هو احنا حاليا ده طبعا اول موقع، وفي بعض الكاميرات هو لسه الموضوع ما تعممش، بس تمام. احنا هوري حضرتك حاجة تانية من خلال ان المنظومتين زي ما قلت لحضرتك مربوطين ببعض. النتورك نفسها 5G، بس منظومة الذكاء الاصطناعي بتبقى موجودة هنا. انا اقدر اراقب ايه؟ انا اقدر اتابع في بعض المؤشرات اللي بتبقى موجودة الخاصة بمطار القاهرة، زي مثلا ريمين ديتكشن، الحاجات اللي هي بتبقى مع المسافرين لما بتبقى مثلا موجوده في مكان ما وينساها. بقدر اديتكت الكلام ده داخل مطار القاهره كويس. وبالذكاء الاصطناعي ببعت تنبيه، مش محتاج واحد يبقى موجود بيراقب على طول. انا مش تمام. محتاج شخص موجود يراقب. اقدر مثلا كراود فلو ديتكشن، لو في مكان معين في قلب المطار في حدث مثلا زحمه غير طبيعي، يقدر يبعت الارم للشخص، وهكذا. السيناريوهات دي كلها.